السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى من الله أن الجميع يكون بخير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم خوتي في القناة ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على الموعد والتوقيت ديال المباراة اللي غتجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الغابوني برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، كذلك المباراة الثانية اللي غتجمع بين المغرب وليسوتو، وكذلك باقي المباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا والتشكيلة المتوقعة اللي يمكن يدخل بها المدرب وليد الركراكي. ولكن قبل ما تشي أصدقائي، كنتمنى منكم تشاركوا في القناة ديالنا وتفعلوا زر ديال الجرس باش يبقى يوصلكم إن شاء الله كل جديد كنحطوه في القناة هذه. إذا أصدقائي، المنتخب الوطني المغربي على موعد في أول مباراة من تصفيات كأس أمم إفريقيا واللي غادي تنظم إن شاء الله في المغرب في اواخر شهر 12 والبدايه ديال شهر 1 او شهر يناير من 2026. المباراه الاولى اللي غتجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الغابوني، المباراه اللي غتجرى ان شاء الله بعد يوم غد الجمعه 6 سبتمبر على الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والتاسعة بتوقيت مصر. المباراة اللي غتلعب بملعب أدرار بمدينة أكادير. تنقل أطوار هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا، كذلك غادي تنقل على قنوات على قناة الرياضية الأرضية، وغادي يتم التعليق عليها عن طريق المعلق جواد بادة. بالنسبة للمباراة الثانية اللي غادي يلعبها المنتخب الوطني المغربي، فغادي تجمعوا أمام منتخب ليسوتو. المباراة اللي غتلعب إن شاء الله يوم الاثنين 9 سبتمبر على الساعة 8، المباراة اللي غتلعب بملعب سيت سوتو بليسوتو. بالنسبة للتشكيلة المتوقعة التي من الممكن أو من المحتمل أن يدخل بها المدرب وليد الركراكي، حيث من المتوقع أن يدخل بنايف أجرد وعبد الكبير عبقار في قلب الدفاع، مع ظهور نصير مزراوي في مركز الظهير الأيمن لأول مرة بقميص المنتخب المغربي. كذلك يمكن أن يمنح الفرصة لسفيان الرحيمي للعب أساسيا في خط الهجوم بعد تألق لافت في أولمبياد باريس الأخيرة. كما سبق وأشرت، في التشكيلة المتوقعة التي من المتوقع أن يدخل بها وليد الركراكي، في حراسة المرمى ياسين بونو، نصير مزراوي وأشرف حكيمي في ظهري الجنبين، نايف أجرد وعبد الكبير عبقار في قلب الدفاع، سفيان أمرابط وعز الدين أناحي وإبراهيم دياز في خط الوسط، حكيم زياش وسفيان الرحيمي وإلياس بن صغير في خط الهجوم. بالنسبة للمنتخبات اللي غادا تشارك في هاد التصفيات ديال كأس أمم إفريقيا، فهناك 48 منتخبا يتبارون على التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا. هاد 48 منتخبا انقسموا إلى 12 مجموعة، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ستتأهل أو سيتأهل منتخبان من كل مجموعة. المجموعة الأولى اللي كتضم كل من غامبيا، جزر القمر، مدغشقر وتونس. المجموعة الثانية كتضم كل من الغابون وجمهورية إفريقيا الوسطى، ليسوتو والمغرب. المجموعة الثالثة كتضم رأس الأخضر، موريتانيا، بوتسوانا ومصر. المجموعة الرابعة كتضم كل من رواندا، ليبيا، البنين ونيجيريا. المجموعة الخامسة كتضم كل من الجزائر، غينيا الاستوائية، طوغو، ليبيريا. المجموعة السادسة كتضم منتخب السودان، أنغولا، غانا والنيجر. المجموعة السابعة كتضم تشاد، ساحل العاج، زامبيا وسيراليون. المجموعة الثامنة كتضم إثيوبيا، تنزانيا، غينيا وجمهورية الكونغو. المجموعة التاسعة كتضم إستواني، مالي، موزمبيق وغينيا بيساو. المجموعة العاشرة كتضم ناميبيا، كينيا، زيمبابوي والكاميرون. المجموعة الحادية عشرة الكونغو، جنوب السودان، أوغندا وجنوب إفريقيا. المجموعة الثانية عشرة والأخيرة كتضم منتخب بوروندي، بوركينا فاسو، السنغال ومالاوي. إذا أصدقائي، كان هذا هو توقيت وموعد مباراة المغرب الغابون، وكذلك القنوات الناقلة لهذه المباراة والتشكيل المتوقع. أتمنى هذا الفيديو أن يكون لإعجابكم. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في قناتنا هاتي وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد.